استعراض مباريات اليوم. النهاردة جولة جديدة من مباريات دوري أبطال أوروبا، الساعة 8 إلا ربع في مباراتين في توقيت واحد. مالامو يستضيف تشيلسي، وفولفسبورغ الألماني يستضيف ريد بول سالزبورغ. والساعة 10 في السهرة ست مباريات، كل واحد بقى يشوف الفريق اللي بيشجعه يتفرج على مباراته. دينامو كييف هيستضيف برشلونة، بايرن ميونخ سيستضيف بنفيكا، فياريال يستضيف يانج بويز، أتلانتا يستضيف مانشستر يونايتد، يوفنتوس يستضيف زينيت سان بطرسبرغ، وفي الختام شبيليا يستضيف الليل الفرنسي. مباريات كلها مهمة جدا، وبالتأكيد هيكون فيه اهتمام بمباراة مانشستر يونايتد وحتى كمان مباراة برشلونة الأسباني. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض. عندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند ترند، وبالتأكيد الحدث الأهم ماتش الزمالك والأهلي